امبارح كان في مؤتمر صحفي مهم جدا في العاصمة الإدارية الجديدة، عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اتكلم فيه عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واعتبرها هنا درة التاج للجمهورية الجديدة. مش بس كده، كمان أعلن فيها مصطفى مدبولي عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي اللي هيعقد في مصر في شهر نوفمبر شهر الجاي من 4 لـ 8، هيجمع أكتر من 20,000 مشارك من كل أنحاء العالم. منتدى مهم جدا الحقيقة. كمان مبادرة حياة كريمة بتعتبر من أهم المشاريع اللي اتعملت في مصر. الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تحسين حياة الناس في القرى في المناطق الريفية. من ساعة ما بدأت المبادرة دي وهي بتحاول أنها توفر خدمات أساسية زي الإسكان زي الصحة زي التعليم وكمان البنية التحتية. الحكومة في ملف حياة كريمة عندها رؤية واضحة بتعلنها وبتحاول أنها تأكد عليها دايماً عشان تقلل الفجوات ما بين المدن والقرى. حياة كريمة بتركز دايماً على القرى الأكثر احتياجاً. دايماً لما بنيجي نتكلم على هذه المبادرة بنتكلم عنها في قرى ما كانش حد يسمع عنها حاجة، خدمات البسيطة جداً حتى لو الصرف الصحي مش واصل لهذه القرى. فحياة كريمة بتشتغل على كل ده زي ما كان لسه الرجائي بيقول، الصحة، التعليم، بناء المدارس، بناء المستشفيات، تضمن كمان أن كل الناس تعيش في بيئة صحية ومريحة. المبادرة بتشتغل على تطوير حوالي 1500 قرية، وده معناه أن هي بتستهدف حوالي 60 مليون مواطن هيقدروا أن هم يستفيدوا من الخدمات دي. التطوير مش بس شغل في البنية التحتية، لكن زي ما قلنا هو في حاجات تانية كتير، منها تعزيز الاقتصاد وتحسين الحياة الاجتماعية للأسر من خلال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة. كمان المبادرة بتوفر فرص عمل، بتساعد إن الناس تقدر نية تعيش بشكل أفضل. كمان بتسعى لتحسين التعليم، بتسعى لتحسين الصحة. ده بيظهر التزام الدولة المصرية بتحسين حياة المجتمع كله. يمكن ده اللي خلى تجربة حياة كريمة تجربة رائدة على مستوى العالم، تقريبا أكبر مبادرة أكبر مشروع على مستوى العالم من حيث الجمهور المستهدف، من حيث المناطق المستهدفة، لأنها بتتبنى نموذج شامل للتنمية، وده بفضل الخطط المحسوبة جدا للدولة المصرية. الدولة المصرية قدرت أن هي تعمل مشروعات عشان تحسن الأوضاع في الريف والحضر مع بعض. عندك حق، يعني النموذج ده بقى قدوة لدول تانية كتيرة جدا، ودول كتيرة من الدول النامية بتحاول ان هي تستفيد من تجربة مصر في التنمية، وبالفعل بيقوموا بدراسة هذه التجربة. والحكومة المصرية في الحقيقة أظهرت جاهزيتها للتعاون مع الدول التانية عشان يقدروا ان هم يتبادلوا الخبرات ويعملوا مشاريع تنموية مع بعض. ومصر في الحقيقة ظهرت كدولة ذات ريادة، دولة قوية، دولة مستعدة ان هي تساعد، مستعدة ان هي تقدم المساعدة، تبحث عن التنمية الشاملة في الساحة الدولية من خلال عرض تجربة مهمة زي تجربة حياة كريمة في منتديات عالمية كتيرة جدا. ده في الحقيقة عمل حاجة مهمة قوي وحلوة قوي، هو زود الوعي بأهمية التنمية الريفية والشاملة، خلى العالم يشوف أن مصر مش بس دولة ذات تاريخ كبير، لكن كمان دولة بتعمل بجد على بناء مستقبل أفضل لكل المصريين في كل أنحاء الجمهورية. حياة كريمة نموذج ملهم جدا للدول اللي عايزة تحسن حياة شعوبها وتحقق تنمية مستدامة. وزي ما قلنا مصر جاهزة كل الوقت ان هي تساعد الدول الاخرى، وطول الوقت احنا بنقول ان تجربتنا حابين ان احنا نقدمها كنموذج لبقية الدول التانية، ان هي تحت يعني نموذج للتنمية اكيد تحتذى بيه. ودولة فعلا نجحت في حاجة زي دي. احنا النهاردة بنتكلم على 1500 قرية رجائي قدرنا ان احنا نوصل لها، 60 مليون مواطن قدروا يستفيدوا بهذه التجربة الناجحة جدا على مرحلتين، المرحلة الاولى واكيد المرحلة الثانية اللي جاية. سيمين تولت يا بسنت، المرحلة الاولى احنا بنتكلم الجمهور المستهدف 18 مليون مواطن، ده رقم كبير جدا. حجم المصروفات التي صرفت في المرحلة الأولى نتكلم تقريبا على 350 مليار جنيه.
بنتكلم على نموذج يعتبر من النماذج الريادية في المشاريع والمبادرات يا بسنت. حقيقة يعني من المؤتمرات الحلوة قوي اللي احنا تابعناها امبارح بالتأكيد، وحلو ان احنا نبتدي بيها يومنا، ومبادرة زي حياة كريمة ومبادرة نفتخر بيها كلنا كمصر. صحيح. مرة تانية بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.